هالحين تتصل على زوجتك مشاعل وتقول لها ترجع سارة للبيت. أنا اليوم أبي بنتي تكون عندي. يمه هدي شوي وفهميني وش اللي ساير. زوجتك الدكتورة المثقفة على بالها بنتي مثلها، ما عندها عائلة ولا عندها أهل يخافون عليها وينتظرون اللحظة اللي تدخل عليهم فيها. العبت براس أختك وقنعتها أنها تتطوع. تتطوع؟ تتطوع بوشو؟ تقول تبي تساعدهم بالفريق الطبي هذا اللي يعالج مصابين الكورونا. أنا عارفة ليش زوجتك سوت كذا، تبي الفيروس يصيب بنتي وتتخلص منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يمه وش هالكلام يمه؟ زيد، حنا ما تدخلنا. زوجتك مشت من قدامك وخذت قرار التطوع، وانت ساكت ووافقت وما قلنا شيء، قلنا كيف زوجته، لكن توصل لبنتي سارة لا، فاهم ولا لا؟ يمه، بنتك ما هبزر ينلعب عليها، وبعدين لو بيدي كان رحت المستشفى وجبتهم الثنتين. ترجعهم الثنتين؟ خايف على شجرة الدر حقتك ولا مشتاق لها؟ يمه. ها؟ سارة تبي تكلمك. أعطيني بسرعة. ألو. هلا يمه. أنت اللي اسمعيني زين. هالحين تجين للبيت فاهمة ولا لا؟ وبدون أي نقاش يا سارة. يمه لا تصرخين، أنا ما راح أرجع. كيف يعني ما أنت براجعة؟ هذا وقت عنادك هالحين؟ ولا خلاص؟ مشاعل لعبت في راسك. يمه ما حد لعب في عقلي، وأنت تعرفيني زين. اسمعيني وخليني أخلص كلامي، ولا تقاطعيني أبد ولا ترى ما عاد بتسمعين صوتي.